أهلا بكم. تصعيد أوروبي جديد في وتيرة العقوبات ضد روسيا أملا في إنهاء الأزمة المندلعة منذ 24 من فبراير الماضي. حزمة سادسة من العقوبات أقرها واعتمدها الاتحاد الأوروبي تستهدف بشكل أساسي النفط الروسي الذي يتم تصديره عبر البحر، بينما تستثني النفط الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب، فضلا عن رفض دول الاتحاد استيراد هذا النفط في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر. وتضمنت القيود الجديدة فصل سبيربانك وبنكين روسيين آخرين وبنك بيلاروسي عن نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية. وتزيد العقوبات أيضا من القيود المفروضة على تصدير المواد الكيميائية والتقنيات العالية إلى روسيا. الاتحاد الأوروبي وسع أيضا قائمة المواطنين الروس الذين فرضت عليهم قيودا شخصية، حيث فرض المجلس الأوروبي عقوبات على 65 فردا و18 كيانا روسيا. وكذلك شملت العقوبات حظر بث 3 مؤسسات إعلامية روسية. رئيسة المفوض الأوروبية أورسولا فوندرلاين من جهتها أكدت أن دول الاتحاد متفقة على تعزيز دفاعاتها وضمان إمدادات الطاقة ومواجهة أزمة نقص الغذاء الناشئة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الدول الأعضاء مهمتها شراء الغاز والنفط. في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات على روسيا شملت 16 كيانا و7 سفن و3 طائرات، بالإضافة إلى 17 فردا من بينهم سيرجي رولودجين مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا، فضلا عن تقييد وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تحتاجها لتمويل عملياتها العسكرية. روسيا ومن جانبها قالت إن العقوبات المستمرة لن تبقى دون رد، ورجحت أن يزعزع قرار الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من النفط الروسي استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمر ذاتي على دول الاتحاد الأوروبي. موسكو أيضا قررت الحد من صادراتها من الغازات النبيلة مثل النيون المكون الرئيسي لصنع الرقائق حتى نهاية عام 2022 لتعزيز مكانتها في السوق، في خطوة قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات في سوق الرقائق العالمية. بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يريد تدمير روسيا، وأن العقوبات الاقتصادية تعتبر إعلانا لحرب اقتصادية، مؤكدا أن بلاده ستتجه نحو بناء علاقات مع قوى أخرى في آسيا والشرق الأوسط. مشاهدينا، كان هذا عرض موجزا لسجال العقوبات بين روسيا والغرب. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.